شيخنا الكريم، يعني أنتم تتهمون بأنكم حينما حصل فض الاعتصام في السودان، ايه وأنكم قلتم بأن هذا الفعل أثلج صدورنا، واسمحوا لي أن يعني أبدأ الرد على هذا الموضوع بمقطع ذكرتموه في يوم الفض، إذا كان المخرج يعطينا هذا المقطع نستمع له سوية إن شاء الله. الإقدام على سفك الدم مصيبة من المصائب الكبار، وطامة من الطوام العظام، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثانيا، لا بد من التحقيق في هذا الأمر الذي جرى، لا بد من أن تكون هناك هيئة قضائية مستقلة تحقق في الذي كان، من أجل أن يتبين الخطأ، وهذا الخطأ ممن صدر، وبعد ذلك يتبين المعالجة التي تلزم وكيف تكون. هذا كله مما ينبغي أن تطلع به الجهات القضائية المحايدة التي نيط بها إقامة العدل. ثالثا، أيها الإخوة الكرام، الذي كان حاصلا في شارع النيل في المنطقة التي اصطلح على تسميتها في الأيام المتأخرة بكولومبيا، هذه المنطقة التي كانت تمارس فيها المحرمات، توزع فيها المخدرات، وتشرب فيها المسكرات، ويعتدى فيها على الآمنين، فتهشم السيارات، ويسلب الناس أموالهم، هذا الأمر كان لا بد من القضاء عليه. فكون أن هؤلاء يحاصرون ويقبض عليهم ويضيق عليهم بحيث يمنع شرهم، هذا إجراء صحيح وإجراء سليم، لكن لا يسوغ القتل. القتل ما يكون إلا بأمر قضائي. أهلا بكم من جديد. هذا المقطع كان تعليقا لكم على الحدث في ذلك اليوم، ولم تقولوا أثلج صدورنا، إنما كان كلامكم عن إثلاج الصدر في قضية الاتفاق السياسي الذي كنتم ترونه غير مناسب. الكلام عن إثلاج الصدر أخي ويس، ونسأل الله أن يثلج صدورنا جميعا. نعم. إنما كان في يوم العيد في التعليق على إلغاء الاتفاق السياسي الظالم، والذي للأسف أنفذ فيما بعد. نعم. بأن يعطى الحكم لفصيل دون سائر الناس. نعم. لكن على عادة الشيوعيين ممن لا يرجون لله وقارا، فإنهم يكذبون بغير تورع، ولذلك عمدوا إلى وضع العنوان بأن فلان قال أثلج صدورنا فض الاعتصام وقتل المعتصمين، وكثير من الناس لا يعنون بأن يسمعوا فحوى الكلام ولا أن يقرأوا ما صدر عن فلان، وإنما اكتفوا بهذا العنوان وسرت في الناس هذه الفرية، والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم. أصلا هل يجوز أن يقول المسلم عن قتل مسلم آخر أنه أثلج صدره؟ لا، ما ينبغي، حتى لو كان بينه وبينه حتى لو كان بينه وبينه رسول صلى الله عليه وسلم ما أباح سب ولا أباح غيبة من قتل في حد من حدود الله. نعم. من قتل في 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 حد الزنا رجما، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نكيره على من ذكروه بالسوء. نعم نعم.